في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. دول بقى أوحش ناس ممكن تقابلهم في حياتك، ناس أذكياء وشاطرين جدا وعندهم مهارات خاصة مش عند أي حد، لكن بيستخدموها في حاجة واحدة بس، في السرقة. ومش في سرقة أي حاجة عادية، لا، متخصصين في سرقة الأفكار. وحرامية الأفكار دول أخطر أنواع البني آدمين، اللي مش بيسرق جيبك، ده بيسرق عقلك وجهدك وإبداعك، ويمكن تلاقي شقة عمرك كله اللي انت حطيته في فكرة أو مشروع بيجي البني آدم ده اللي ما عندوش ريحة الدم في لحظة ويلطشه منك. ولأن الأفكار ما تعرفش تحطها في بنك أو خزنة وتقفل عليها، فبتكون أسهل حاجة ممكن تتسرق. يعني حضرتك تبقى قاعد في ندوة أو محاضرة أو مع مجموعة أصدقاء وبتحكي عن مشروع أو اختراع، فكرة جديدة من إبداعك، وفجأة ذات يوم يا عزيزي تلاقي واحد من اللي كانوا موجودين بيحكي الفكرة على إنها من اختراع. الحقيقة أنا قعدت سنين أبحث وأفكر في الابتكار الجديد ده اللي هيعمل نقلة كبيرة في حياة الإنسان، فكرة جديدة تماما توصلت لها بعبقريتي، وإن شاء الله هتعمل زلزال في الوسط العلمي والتكنولوجي والفيزيائي الفضائي، هتعمل نقلة كبيرة كبيرة أوي إن شاء الله. والحكاية دي بتحصل كل يوم في حياتنا، وحرامية الأفكار زي عبد عزيز دول منتشرين في كل مجال. رسالة الدكتوراه يلاقيها صاحبها منشورة في كتاب باسم واحد تاني، لحن الموسيقار يلاقيه باسم الملحن الفلاني، أو مسلسل يتلطش ويتعمل باسم المؤلف العلاني. فكرة البرنامج تبقى قاعد تتكلم فيها مع زمايلك، وفجأة وانت قاعد في بيتك تشوف مذيع بيقدمه في التلفزيون أو في الإذاعة وبنفس الفكرة، لا والاسم كمان، وانت هتتجنن مش عارف هتعمل ايه. ولو قابلت مرة حرامي الفكرة وعاتبته هيقولك بمنتهى الثقة، تورط خواطر يا عمور، معلش حبيبي تبقى جواك وتنسى من غيرك، واللي سبق كان النبأ، ويعني مفيش غيرك في البلد دي بيبدع وبيفكر افكار جديدة، معلش يا اخوي، يلا تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي، يلا مع السلامة. فعلا تعيش وتاخد غيرها، طول ما انت مش بتداري على شمعتك وبتحافظ على افكارك وابداعاتك، وطول ما انت بتفرط في حقك هتتسرق، وحيلهف حرامية الافكار فكرتك ويعملوها ويعلنوها قبلك. وانا اعرف ناس كتير ياما وقعوا في فخ حرامية الافكار لان هم ما سجلوش ابداعاتهم، ولان هم ما لجأوش لجمعيات وهيئات حفظ حقوق المؤلفين والمبدعين. وعلى فكرة حرامية الافكار مش بس في الاختراعات او الابحاث والاعمال الفنية، ده في حرامي افكار ممكن يبقى عامل زي حرامي الغسيل، حرامي رخيص على قد حاله بيسرق كده على الماشي، والنوع ده بيغيظ جدا، خصوصا لما يكون قريب منك او زميلك في الشغل، ويكون حكيت على فكرتك بينك وبينه، فجأة يقف في الاجتماع يقول فكرتك للمدير على انها فكرته هو، وتلاقي كل الناس بتحييه وكمان بتسقف له على فكرته العظيمة. حضرتك يا عيني هتموت من الغيظ، ومهما اشتكيت وقلت انها فكرة سعادتك هيرد عليك بمنتهى السماجة ويقول لك خلاص بقى عمورة، مش قلت لك تبقى فوقك وتسام لغيرك؟ وعلى فكرة بقى الفكرة اللي قلتها دي بتاعتي مش بتاعتك، انا حطيت عليها شوية اضافات من ابداعي الشخصي، خليتها فكرة تانية خالص. وبعدين يعني انت هتستخسر حتة فكرة صغيرة، فاخوك وحبيبك عبد عزيز عب يا عمورة. وحرامية الافكار اللي زي عبد عزيز دول ممكن يعملوا اي حاجة، انهم ما عندهمش مبدأ ولا ضمير، ممكن يبيعوا فكرتك وابداعك لاي حد. لا 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 والله كده انت هتزعلني منك عمور، انت في دي بقى مالكش حد. حرامي الافكار مالوش شكل معين ولا ليه بصمات ممكن نستدل بيها عليه، هو موجود زي الفيروس بيستنى اللحظة المناسبة ويتسلل بهدوء وينتشر ويستمر ويتوغل لغاية ما يسرق عقلك. ربنا ينجينا منهم ويهديك يا عبد عزيز. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.